كالعادة هذا المقهى كنجي لها يوميا من غير السبت والحد، يعني كنستغل قريب من هاد القهوة كنريح يوميا. واحد اللحظة انا مريح كنشوف رئيس الوكالة خرج كيغوت، بصفتي كان هذاك رئيس الوكالة كنعرفو شخصيا وكنتسال منو هي مرة جيت كنجي كلاش واقع، قال لي راه واحد السيد هاز واحد السكين وداخل الوكالة باغي يساق النقود. بالفعل طليت بالي السيد هاز السكين، الناس تجمهرات سدوا عليه الباب، يعني كيجرو هو كيجي بغى يهرب. الناس احنا كنا قويين عليه، ما قدرش يهرب، خرج دخلوا ناس اخرين، قال لك ودي بالاحسن خليه يخرج يقدر يقتل شي واحد بقاش عنده سلاح ابيض، خلينا خرج هرب. تبعوه الناس طيحوه بداو كيضربوه فيه ولا كله دم، هو طاح حدا السياره ديالو، الناس ما كانوش عارفين السياره ديالو. السياره كانت موجوده يعني محلوله وفيها حتى السيرو ديال الكونطاك موجود، يعني فاش الناس داروا عليه بحال الجاكيت ديالو بحال عنده شي علبه ناسفه، هو ما كاين والو. الناس خلعوا هربوا، نطلع الطوموبيله ديما راه هرب، وهاد الاشاره ديك الناس هذيك لابلاك ديال السياره راه ماشي لابلاك عاديه، دير واحد الكرتونه ملصقها بواحد السكوتش ودير ليها دوبل في دوبل في بحال باقه جديده، يعني هذا محترف 100%. استغل الكمامه والجاكيت وكاسكيت، ولكن كاين الدم ديالو كاين يقدر يعرفوه غير بالدم، لقاش كاين الدم، كاين الاثار ديال الدم، فهمتي؟ عادي دخل هدد مدير البنكاج كيقول لي انا غنفجر، عنده واحد الحزام شاف هاد الناس هادو. المدير خرج برا بقاو مع هادوك الرهائن كيحتجزهم، راه كنشكر السي حسين حتى هو اللي بنته كانت من الحاضرين وضحى بنفسه وقال لي خلي لك العيالات وديني انايا. وفعلا داكشي اللي كان هو خدا واحد الفلوس كانوا في كونطوار لواحد السيد وخرج، الناس سمعوه داروا المجهود ديالهم، زعما كنشكرهم من هذا المنبر. انا اللي كناكد عليه هو المزيد من الامن، هاد الوكالات هادو خاص لي سيج ديالهم يجيو يديروا المراقبه، واش عندهم الازرار، واش عندهم واش هما مهيئين بعدا الكاميرات، اي مثلا شي كاميرات برا. هذه اول ملاحظه. سمعنا بالتهديد ديالهم بواحد الحزام اللي كيقول هو الحزام ناسف عنده، واش غير يعني نقولوا يعني غير ديال بلعاني ولا بصح الله اعلم. المهم هذا هو استعمل الطريقه هذه اللي كتهدد الامن، هادشي ماشي ديال المغاربه، هادشي ماشي في الشيام ديال المواطنين المغاربه، وكنتمناو تلقى عليه القبض في اقرب الاجل ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم، محمد كورتي رئيس المنتدى الوطني لحرية حقوق الإنسان، ويمكن تلاقينا أمام عكاشة مع مجموعة من الإخوان. سمعنا الخبر ديال الاقتحام ديال هذه الوكالة البنكية هنا في منطقة الأزهر شارع المغرب العربي التابع لسيدي مومن. جينا على وجه السرعة كحقوقيين باش نرصد الوضع الأمني والوضع الحقوقي هنا في المنطقة. الوقت اللي وصلنا هنا لقينا الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية مستنفرة وحاضرة ومأمنة هذا المكان هذا، وسمعنا بأن واحد الشخص اللي دخل اقتحم هذه الوكاله هذه، هذا الشخص بوحدو كيد بوحدو هز واحد سيف او جنوي ودخل تما وخلق واحد الرعب للناس اللي تما والمدير ديال الوكاله والموظفين. وملي حل الجاكيطه اللي تجمهروا عليه الناس والولاد الدري ولاد المنطقه تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحه ولاد الازهر، جاوا باش يشدوه وايد به هو كيحل هذيك الجاكيطه ديالو، كيشوفوا هما واحد
الخيوطه يعني واحد الراديو بحلول، وبداوا الله كبار ما الله كبار، وتبين لهم ان خافوا بان هذا غيكون شيء ارهابي ولا هذا يمكن ينفجر وهذه، ورجعوا الله وربان بانه في شويه دم هنايا ومنشور على الارض، ونادوا مشى الطوموبيل حسب ولاد المنطقه داك الشيء اللي كيعاودوا لنا، مشى الطوموبيل ورك على الكونتاك على اساس باش يدخل الطوموبيل كيقول الله اكبر، وبالتالي الناس تخلعت انه ولا شداتو يمكن هاد السيد يتفرقع ولا شي حاجه، وسيرتو ان البارح كانت الذكرى ديال 16 ماي اليوم 17 ماي لعب عليها هاد الشخص هذا. هذا من جهه، من جهه ثانيه الميساج اللي كان هو ان الرجال الامن يخرجوا للشارع، يخرجوا يخدموا ما يمشيوش للسجون، هذا هو الميساج اللي كنا دوزنا، يجيو يخدموا، لا الرجال الامن لا بقاو يمشيو للسجون، راه ما غنشوفوش غير هاد الحاله، نشوفوا حالات كثيره وكثيره بزاف. وحاجه اخرى، فين هو الدور ديال الحكومه مع هاد الشباب؟ الناس دابا اليوم اللي كتشفار، وهاد الناس اللي كتنهاب، وهاد الناس اللي كتسرق، شكون اللي غيتحاور معاهم؟ شكون اللي غيتواصل معاهم؟ واش رجال الامن اليوم غيخدموا هاد الشباب؟ واش رجال الامن غيتحاوروا مع هاد الشباب؟ واش رجال الامن غيتحاوروا مع هاد الشفاره؟ هاد الشفاره خاصهم برامج، برامج ديال الخدمه، برامج ديال التكوين، برامج اللي يمكن تقودهم من البراتين ديال الفقر، والبراتين ديال البطاله، وديال التهميش، وديال الاقصاء. هذا هو الدور ديالنا احنا اليوم كجمعويين كحقوقيين، بغينا الامن يكون، ومن طوم بغينا هاد الشباب حتى هما تكون عندهم برامج ديال الخدمه، وحتى هما يلقاو بلاصتهم يلقاو المكان ديالهم، لان حيت راه كتعرفوا ان الانسان ملي كيعماولي عيني راه كيولي يبان ليه بان، كيولي يبان ليه شي بلاصه يشفر فيها. راه المساله هذه راه خصنا ننتبهوا لها جميعا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.